في مقولة بتقولك إذا فشلت في التخطيط فأنت تخطط للفشل. مثلا عندنا في مشروع زي الويب سايتس، احنا بيبقى عندنا مراحل لبناء الويب سايت، عبارة عن فيزز مختلفة للكرييشن بتاع الويب سايت، منها البلانينج فيز والديزاين والامبلمنتيشن والتستنج وهكذا. ممكن نعتبر ان كل فيز من الفيزز دول مايلستون للبروجكت بتاعنا، على اساس ان انا لما بخلصها بيتم مراجعتها، ويا اما ببني عليها الفيز اللي بعد كده او المايلستون اللي بعد كده، يا اما بحطها على جنب وبكون كل مايلستون وبعدين اجمع المايلستونز كلها واوصلها ببعض عشان تديني البروجكت ده، لو بعمل سوفت وير طبعا. لكن لو ويب سايت بيبقى كل مايلستون بيتبني عليها المايلستون اللي بعدها. ففي حالة لما بيبقى فيه كل مايلستون بتخلص، ممكن يكون في عندي واحد في ماسك من الناس شغال على البروجكت يكون مختص بالاختبار والتأكد من كفاءة وجودة انتاجية المايلستون اللي خلصت دي. طيب جميل، عندي مثلا زي الماستر بلان، انا مش عايز اعتبر ان في الويب سايت كل فيز هي مايلستون، لا احنا ممكن نعتبر المايلستون بتاعتنا عند الكلاينت فيدباك. فمثلا لو انا جيت على الكلاينت فيدباك الاولاني، فانا عندي اول مايلستون المفروض تبقى بعد 7 ايام من بداية المشروع. تاني مايلستون ارجوك اظهر، ايوه تاني مايلستون هتبقى على يوم 15 من المشروع، وهكذا. اعتقد بعد كده في يوم 23 او يوم 22، وبيمتد معايا المايلستونز الى ان انا بخلص المشروع في النهاية خالص في اليوم 38. فاذا انا عندي مثلا 5 او 6 مايلستون خلال المشروع كله. طيب الكلام ده بيترجم بلغة فريد كامب ازاي؟ الكلام ده بلغة فريد كامب، البروجكت متقسم الى تاسك ليست، تاسك ليست مختلفة، كل تاسك ليست جواها مجموعة من التاسكات، كل تاسكاية جواها مجموعة من السب تاسكس. يبقى انا ممكن اعين لكل او اعين فلاجز كده. هو طب ما تيجوا نشوف، بدل ما احنا نقعد نتكلم كده ونشرح، ما تيجي نشوف على الابليكيشن نفسه. لو شفت البروجكتس اللي عندي، هلاقي البروجكت بتاع ايجي هولدنج ويب سايت مفتوح فيه التاسكات والفايلز بس. اول حاجة هنعملها عشان نستخدم المايلستونز جوه فريد كامب، ان احنا نفتح المايلستونز عشان نابلاي الكلام ده وننتجيت الكلام ده مع التاسكات بتاعتي. فانا عندي هنا من مانج سيستم، اتأكد ان انت واقف في المكان الصحيح. فانا عايز افتحها في اني بروجكت ايجي هولدنج ويب سايت، هاجي على ايجي هولدنج ويب سايت، اول بانل انا هقف عليها بتاعت البروجكت هلاقي فيها مايلستونز مقفولة، هفتحها وهو عاملها لك بفلاج اهو عشان يبقى يميز لك ان هو ده المايلستون اللي انت هتوصل له. فبترفع العلم وبتعلن نصرك في اول خطوة من خطوات المشروع بتاعتك مثلا، وهكذا الى ان تصل الى خط النهاية وتقطع شريط النجاح. طيب لو وقفت هنا عشان اشوف البروجكت ده على طول من فيو بروجكت، هنا يفتح لي في نيو تاب. انا اضفت لك هنا مجموعة من التاسكات جوه التاسك ليست الاولانية والتانية. عايزين نقول حاجة مهمة جدا قبل ما نخش نتكلم على المايلستونز اللي هي ظهرت لي بالمناسبة هنا اهي، ان التاسك ليست انا بقدر اكتب فيها ايه، بقدر اكتب ليها عنوان وديسكريبشن، ما بحتاجش اقول فيها اكتر من كده. طيب التاسكاية اللي جوه تقدر تتحكم في ايه؟ ده كلام كبير بقى. هنا بتتحكم في التاسكاية دي موجودة في انهي تاسك ليست، كويس؟ فانا عندي 2 تاسك ليست دول، يا اما بتعمل بتسحبها وتحطها في تاسك ليست اللي انت عايزها، يا اما بتغير من هنا، بتديها تايتل، بتديها ديسكريبشن، بتستخدم التولز دي كلها عشان تبني ديسكريبشن يسهل على الناس اللي هتشتغل عليها التعامل او القرايته يعني. هنا بتعينها، بتقول اساين لمين، لزكزك ولا لمين عندك في الكلام ده. لو اديناها لافري وان مثلا هنشوف الاختلاف في الشكل اللي هيطلع لي هنا. البريوريتي بتاعتها هتقول مثلا ميديوم، هتديها ديدلاين، الديو ديت بتاعها هيبقى يوم 23 اللي هو بكره مثلا. مثلا البروجرس بتاعها لسه ما بدأتش،
هنا هنسيب المايلستون دلوقتي مش هنيجي جنبها، بس هناخد بالنا ان هي نازله لي هنا. طيب هنا لو عندي فايل او اي حاجه بقدر انزلها مع التاسكايه دي. يبقى هي دي كل المعلومات اللي انت بتقدر تديها للتاسكايه. حلو قوي، كويس. شايف انا عشان خليت مجموعه تشتغل عليها حطلي ايكون فيها مجموعه ناس كتيره، لكن لو كنت عينتها لمانجر سعد مثلا هتلاقي الصوره بتاعت الراجل البطاقيه ده هتطلع لي اهي، وادي البريوريتي بتاعتها. طيب ده الكلام اللي بقدر اعينه للتاسكيه نفسها، عين لها بقى ديسكريبشن وفايل وبتاع وكلام كتير قوي ومايلستون، كويس. طيب السب تاسك بقى زي السب تاسكس اللي نازله هنا دي تقدر تعين لها ايه؟ لا، السب تاسكس دي انت بتديها بس تايتل. يبقى السب تاسكس دي عباره عن ليبلز بس توضيحيه للناس اللي شغاله على التاسك دي، ايه الخطوات اللي انتوا هتاخدوها يا جماعه عشان تعملوا انفورميشن جاذرنج، عشان تخلصوا التاسكايه دي هتعملوا 1 2 3 4 5. فده خطوات ارشاديه بس، ولا بتديها بريوريتي ولا بتديها ولا بتقصينها لحد ولا بتديها ديدلاين ولا اي حاجه. الكلام ده كله بيتعمل للتاسكايه نفسها. فهنا انا هنا عندي التاسكايه دي مش من وانا واقف عليها كده شايف ان هي مين اللي واخدها، اللي واخدها الواد زكزك، هنا اللي واخدها مانجر سعد وهنا مانجر سعد على طول من غير ما انا ادخل جواها من الصوره بتاعته كده. عشان كده بقت غصبا عن الناس اللي هتدخل معاك غصبا عن الفريق بتاعك كله هتقول لهم يا جماعه اللي مش هيحط صوره بتاعته هنقلله في الكي بي ايز بتاعته، عشان هو هيتعبني ان انا مش هعرف هو شغال فين ولا بيعمل ايه، لازم اخش على البتاع واشوف اسمه مكتوب جوه. فلا، ده انا من هنا على طول ممكن اشوف صورته. طيب لغايه هنا احنا ما جيناش ناحيه المايلستونز. طيب تعال نخش على التاب بتاعها كده ونشوف. هنا بيقول لك المايلستونز بتاعتك ايه، المايلستونز ايه او المايلستونز بي. ادي المايلستونز الشكلين بتوعها، الكنبان او الشكل العادي جدا. وهنا هتقول add milestones، هنديها تايتل، دي المايلستون بتاعت information gathering ايه. فضحني فضحني الاوتو كومبليشن ده، اي حاجه بخش اجربها قبل ما اجي لكم يروح كاتبها على طول. وهنا الديو ديت بتاع المايلستون يوم 24، البريوريتي بتاعتها هاي assigned لمين، للواد المانجر. يلا بينا اد مايلستون ونعمل مايلستون لا تاسك ايه، ونعمل مايلستون كمان انفورميشن بي ونخليها دي يوم 31 هاي، نديها للواد الزكزك كده. بقى عندنا تو مايلستونز. نرجع للتاسك ليست بتاعتي، ادخل هنا اعين المايلستون هنا انفورميشن ايه. خد بالك ان ده البروجرس ده المفروض يخلص يوم 23، ده المفروض يخلص يوم 25، لو رجعت للتاسكات اوبا نزلولي اهم. هنا دي الديو ديت بتاعها، دي المفروض تخلص 23، المايلستون بتاعتها هتخلص او هتبقى متحققه يوم 24. وهنا ده الديو ديت بتاعها 21 31. فهنا بيبقى الليبلز دي بتوضح لي ان انا كده ماشي على السكيدول بتاعي. خد بالك مثلا التاسكات دي في تاسكات كتير بقى تحتها، يعني محدش يقول لي يا عم دي هتخلص، ده دي انت المفروض هتخلصها يوم 25، انت ليه حاطط المايلستون بتاعتها يوم 31؟ هقول لك ما تضيقش، يعني ما هو في تاسكات تانية احنا مش كاتبينها هتبقى لسه ما خلصانه معاها. كل دول هيتجمعوا مع بعض يعملوا المايلستون دي، عشان المايلستون دي هتبقى عبارة عن مجموعة من التاسكات بتتجمع مع بعض وبتكون المايلستون. طب احنا قافلين طبعا قبل ما نخش هنا كنا قفلنا كل حاجة، كل الموديولز المفتوحة للبروجكت ده، عشان انا كنت عايز افضيلك ده خالص افتح لك فيه بس الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها. اتكلمنا على التاسكات، اتكلمنا دلوقتي على المايلستونز، الفايلز، الباسورد مانجر. طيب احنا دلوقتي لو عايزين نفيو بقى السكيدول بتاع المشروع ده بشكل عام هشوفه ازاي؟ لازم افتح ايوه كده الكالندر بتاعه بالظبط، لازم افتح الكالندر بتاع البروجكت ده وارجع البروجكت مره تانيه. لو وقفت على الكالندر
هقدر اشوف هنا المايلستونز والتاسكات بتاعتي. اتمنى ان يكون موضوع المايلستون ده بقى واضح كده ليك، وبقى واضح البانل، وبقيت دلوقتي وقوفك على فريد كامب مش زي وقوفك عليه من ساعة ونص من قبل ما تشوف الفيديوهات. اكيد الموضوع بقى دلوقتي اسهل. اتمنى كده ان شاء الله. ولو عندك اي اسئلة ما تترددش ان انت تبعتها لي في التعليقات تحت الفيديو، ولو كنت بتشوف الفيديو ده في اي حتة تانية غير اليوتيوب ممكن تبعت لي سؤالك على itbigdig@gmail.com. اشوفكوا على خير، وتحياتي ليكوا، وان شاء الله ربنا يطمنا على البشرية كلها ونقضي على فيروس الشوكولاتة اللعين. الى اللقاء.